سعد حسين رئيس منتدى الحياة المدنية والعمل المشترك بجهة الداخلة والذهب. احنا اليوم في واحد النشاط بيئي قام به المنتدى وجميع الجمعيات المنضوية تحت لوائه للقيام بعملة حملة نظافة في حي الأمل اللي كتعلق بنظافة الحدائق الموجودة داخل هذا المركب السكني. ونشكر جميع المتدخلين وجميع المصالح التي وقفت بجانبنا، منها البلدية ومنها الولاية ومنها المقاطعة اللي احنا فيها الآن. وهذا عمل داخل في إطار العمل الجمعوي اللي كيشرفنا جميعا ويشرف المجتمع المدني بصفة خاصة، ورسالة أخرى اللي هي كنطالبوا من جميع الساكنة باش تحتفظ على البيئة وتحتفظ على الأحياء وتحتفظ على التجهيزات الأساسية اللي قامت بها المصالح في هذه المدينة الجميلة. ونتمنى وإن شاء الله في هذا بمناسبة هذا رمضان المبارك باش تكون مدينتنا دائما جميلة في رمضانات كاملة وفي جميع الأوقات، لأن مدينة الداخلة مدينة جميلة بشهادة الجميع. نتمنوا باش الجميع يحتفظ على هذه التجهيزات الأساسية اللي هي أنفقت عليها أموال طائلة، وحنا معروفين هذه المنطقة بالنظافة ومعروفين بالحرص على الممتلكات اللي هي داخلة في إطار الجمالية ديال المدينة. نتمنوا التوفيق إن شاء الله، وكنشكر جميع من ساعدنا على هذه الخدمة الإنسانية، ونطلبوا ونعاود نكرر على الساكنة باش تحتفظ على البنية التحتية الموجودة في الداخلة وعلى في الأحياء، وهم المسؤولين على نظافة أحيائهم. هذا كنا نعرفوه في زمن بكري أننا كل واحد يقوم بنظافة بيته. سعدية بن عبوة رئيسة جمعية سفينة التواصل البيئي والاجتماعي والثقافي. حنا اليوم في هذا المنتزه هنايا كنسميه منتزه، تبارك الله ما شاء الله عنده واحد المناظر زوينه، ولكن جينا هنايا لقينا بان كاين ياسر من الكذبه وياسر من هذا، وبين الناس يشعروا بهذا الاحساس هذا اللي حنا خدمنا عليه اليوم. حنا جمعيات منضوين تحت المنتدى الحياه المدنيه اللي جينا اليوم بصفتنا بالسيد الرئيس سعد الله يجازيه بخير، اللي هو اللي فكر هذه الفكره باش نقوموا بهذا العمل، نجيو ل 100 دار اللي في حي الامل. وجينا اليوم الحمد لله، حنا كتشوفوا من 9 الصباح حنا خدامين، نقول ماشي من 9 الصباح راه من البارح في العشيه، ولكن الانطلاقه بدات اليوم. نصبنا واحد الخيمه وان شاء الله، وعيتنا على المجتمع المدني يعني الساكنه حتى هي بدورها، قلنا لهم باش يتعاونوا معنا. والحمد لله حنا اليوم خدامين من الصباح على هذا النشاط اللي هو تحسيسي للساكنه باش يقوموا بواحد العمل، ماشي حنا بدينا ويستمروا هما، كنتمنوا يستمروا يسقيو. حنا غرسنا الشجر، درنا حملات ديال التشطيب وديال جمعنا نفايات وهذا، يعني حنا بغينا هذه المدينه ديال الجهه ديالنا تكون مدينة احسن مدينه، وتكون الساكنه ديالها تكون واعيه بهذا الاحساس اللي درنا، لهذا التحسيس اللي درنا، بغينا تكون واعيه به وتجمع النفايات والتعاون. وحنا كمجتمع مدني عاد تطوعا منا ما لا ده. وكانت كنشكروا ما ننساش كنشكر المجلس البلدي اللي تعاون معنا حتى هو الله يجازيهم بخير بجميع المواد ديالهم اللوجيستيك كاع بشكل عام، الله يجازيهم بخير. وشكرا لجميع الجمعيات اللي منضويه تحت اللواء ديال الحياه المدنيه، الله يجازيهم بخير. وهذه الحمله بغيناها تزيد وتكمل، هذه راه الحمله الثانيه على العين ديال اللي كنا درنا وحده في حي الامل، وهذه المره الثانيه حنا كنقوموا بهذه الحمله. والله وميساج من عندي، بغينا هذا المنتزه ان شاء الله يكمل ما يوقفش حد هنا. فاطمه شقاف رئيسة جمعيه الحياه للثقافه والبيئه والتنميه المستدامه، احنا اليوم كيف تشوف استاذ متواجدين في هذه المنطقة المبينة ديور حي 100 دار حي الأمل، وهي الحملة الثانية لمنتدى الحياة المدنية والعمل الجمعوي. احنا اليوم كيف النسخة الثانية إن صح التعبير، حملة سابقا وكانت نظفنا فيها الحمد لله مكان اللي ثمن عطاتها مرسوم في النظافة، والحمد لله والساكنة كانت تجاوبت معنا والحمد لله ساعدتنا في استمرارية نظافة ذلك المكان. ذاك عطانا الشجاعة باش جينا وعطانا نفس باش نجو ملي نعلو نفس الكرة في هذه المنطقة اللي نتمنى. وإن شاء الله الساكنة كيف تشوفوا الناس تمشي وتجيك المرة يجي حد من الدار، هذا لأن العمل اليوم على طيلة النهار، بدينا من الساعة 9 وسينتهي إن شاء الله بعد صلاة العصر. قمنا بتنظيف تقصيص الأشجار، تنظيف الأماكن من الأوساخ والأزبال،
وهذا كان عندي من الأشجار كانوا أصلا مقطعين يابسين أصلا مليوحين، ضمن جمعناهم وجاتنا تعاون من مجلس البلدي جزاهم الله عنا كل خير ورفضوا عنا ذاك الشيء كامل. شارك تشوف العمال الحمد لله عاملين والمجتمع المدني شارك معنا بما في الكلمة معنا، ورانا شاكرين من هذا المنتدى ونشكر جزيل الشكر للرئيس سعد الحاج سعد الحسين على الحقيقة هذا المبذول من هذا الجهد اللي بذل الجهد المادي والمعنوي اللي جد الحقيقة باش نعود احنا اليوم متواجدين في هذا المكان. إن شاء الله كي هذه الحملة لن تكون هي الأخيرة، بل إن شاء الله بداية الحملات إن شاء الله لنتنقل لكل حي إن شاء الله في جهتنا هذه الغالية الداخلة وادي الذهب باش فهمت نحسنوا من وضعية بيئتنا ونعطيهم للأطفال مكان يلعبوا فيه والنساء هم اللي يقعدوا فيه منتزه ويعود إن شاء الله ربنا بداية خير جهة الداخلة وادي الذهب. زينب وموسى رئيس جمعية الأرامل والأيتام بالتكفل، اليوم قمنا بهذا العمل المشترك المبتدا الحياة المدنية، العمل المشترك بنظافة هذا الساكنة. احنا رؤساء الجمعية ورئيس المبتدا الحياة المدنية والشباب ديال المجتمع المدني، وقمنا بهذا العمل المشترك والحمد لله. أهل مكي محمد أحمد من ساكنة حي الأمل. انا فعلا هاي المبادره اللي قاموا بها المجموعه هاي الناس الله يجزاهم بخير ان شاء الله، مبادره طيبه، مبادره الحمد لله كانت في المستوى وكانت الحمد لله راقيه بالنسبه لهذا الحي، انه حي راقي الحمد لله، هي غالي فيه شوي كانت الاوساخ، وهاي المبادره الله يجزاهم بخير ان شاء الله قاموا بها. والله شجت الناس وزيانت عند الناس الساكنه، وهذا فعلا طيب فعلا زين، واحنا نطلب من الساكنه كامله في كل حي من الاحياء تقوم بهاي النوع من العمل. ان هذا عمل طيب الحمد لله وصالح يكون معاونه مع السلطات ومعاونه مع، ان هذا هو الفضل الكبير اللي تكون بدائما الساكنه من اجل احيائها ومن اجل النقاوه، هذا هو الطيب الحمد لله، هذا العمل طيب واحنا نرحبوا به وزين عندنا.